السلام عليكم. انا طالب كنت كن حاليا في فيلا جديده، مهم الاسم ديالي الكامل محمد معموري، اعيش بجماعه سيدي احمد الخدير. هي منطقه بعيده عن الجديده، ولكن برغم الدراسه قررت المجيء الى الجديده. انا طالب شعبه الدراسات الانجليزيه. المسافه اللي قطعتها باش نجي نقرا في الجديده هي 200 كيلومتر، بسبب البعد وبسبب المدينه ديالي ما فيهاش هاد الشعبه، مدينه سطات ما فيهاش هاد الشعبه ديال الدراسات الانجليزيه، قررت باش نجي للجديده. وانا العائله ديالي صراحه كتعيش حاله مزريه، ويعني بالمعنى الكامل فقيره، وتصدمت بانني ما استفدتش من المنحه. جميع الطلبه بحالي وكاين هم من هم احسن مني في الحاله الماديه واستفدوا، وانا اللي ضروري خاصك تخان واجب عليا نستفد من المنحه وما استفدتش. وهذا تاكد بان راه واش شي سبب عندي وجيه، ولا ربما ما فهمت والو. انا هادشي السبب اللي خلاني ما استفدتش من المنحه. واش هو صراحه انا دفعت كجميع الطلبه، صراحه ما دفعت صافي، قالوا لي بلا راك تسجلت هذا صافي وجيت بحالي. من بعد من الناس استفدوا، وانا صبر راسي ما غير موجود في لائحه الممنوعين. من بعد عاود دفعت الطعن وكذلك ما خرجتش. وانا مشيت جمعت الوريقات الاهليه، حاليا معايا خرجت غير يامس، قرروا غير يامس، باقي مازال ما عطاوناش السبب الكامل، ولكن ما باقي ما سولتش. وصراحه انا كجميع الطلبه دفعت بجميع الوثائق اللي دفعوا بهم الطلبه. انا من الوحيد اللي دفعت للدراري وبنفس الطريقه وبنفس المداخيل، وسبحان الله كنت فاجئ بان جميع الطلبه رغم الحاله الماديه المزيانه ديالهم خرجت لهم المنحه، وانا اللي العكس اولى بالمنحه ما خرجتش. كارف جديده واحد الثمن اللي كبير 7000 وكذا، وعدد لي مصاريف ديال الكتوبه والماكله والطريق والترونسبور، وراك عارف خويا. خويا كان احنا 6 طلبه بواحد الثمن ديال 2300 درهم، يعني كتجي اكثر من 7000 وشي حاجه لكل واحد. 7200 7300 العيشه مزيانه، ولكن شويه صعيبه في المواد الماديات خويا. خاص الانسان تكون عنده على الاقل على صغير، على الاقل كان يرثوا لك والديك، ولا تكون على الاقل تستافد غير من المنحه كطالب، تستافد من المنحه. صراحه الوالدين اللي عايشين ومانا ربما تعيش هنا احسن منهم اصلا، غير منا كنخدموا شويه الدور كتسركل عائلتي. سبحان الله راه الحاله ديالهم يرثى لها، راه بالمعنى الكامل راه فقيرين بهذا المعنى. والسبب اللي خلاه ما استافدش، الوالد ما عنده ضرائب، المهم ما عندوش شي فلوس ولا شي حاجه، راه عايش توا مسكين غيب مش ما عطى الله. اللي خلاني نجي من سطات لهنا ان هذه الشعبه ديال الدراسه الانجليزيه ما كايناش في سميتو. وانا على قبل الدراسه الانجليزيه وحقاش الجديده، مدينه صراحه تعتبر في اللغات ومدينه فيها اساتذه ما شاء الله مزيانين صراحه. انا هذا هو السبب اللي خلاني نجي جديد، والحل والله انا بحاليا انا تالف، ونقدر نطلب من سعاده العامل الداخلين في الحاله ديالنا، وحنا نستافدوا كجميع الطلبه، ما طالبين، ما احنا معارضين ما حتى حاجه، حنا بغينا غير نستافدوا من المنحه. كنطالب بحقوق ديالي بشكل سلمي فقط، استفاده من المنحه او الدعم من اي جهه فقط، لا اطالب بحرب ولا بكذا، وطالب فقط بالمنحه كجميع الطلبه من اجلي. وانا طالب احب الدراسه، قادم الى هنا بعيدا عن العائله ب 200 كيلومتر. واش واحد بعيد على العائله ديالو ب 200 كيلومتر وباغي ما يقراش؟ راه هذا هو السبب اللي خليني انا نجي هنا، غير باش نقرا فقط وباغي نقرا، ماشي جاي ضارب 200 كيلومتر باش ندور وكذا، جايين باغي نقرا وتنتفاجئوا بان المنحه ما استفدناش منها. وانا حالتي دابا راه ما كاين حتى مشكل، سبب ما كاين حتى مشكل، راني دفعت الطعن وقالوا لي ما عندك حتى مشكل، يعني غادفع الطعن كيف الناس وربما تستافد، ما اللي دفع الطعن ثاني ما كاش. انا تنطلب من سعاده العامل داخلين في الحاله ديالنا، وشكرا.